بنقدمها ولو مرة واحدة بس في الأسبوع، صدقني هتقي حمامك من أمراض كتيرة جدا وهتحسن من عملية الإنتاج عندك، هتزيد من وزن الزغاليل وهتزيد من وزن الحمام بتاعنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنتكلم على مكون موجود في كل بيت، كلنا بنستخدمه لا غنى عنه للحمام في الفترة اللي احنا فيها دي، فترة الشتاء، عشان نحمي حمامنا من الامراض البكتيرية والامراض الفيروسية. عايزين نقي الحمام بتاعنا من الامراض التنفسية، السلمونيلا والروشة والكلام ده كله، ان شاء الله هنحتاجه في العشبة اللي احنا هنقدمها النهاردة. لو انت فعلا بتشتغل بالجرعة دي اسبوعيا، صدقني الحمام عندك لا يتوقف عن الانتاج، النوتي هتفضل شغاله باستمرار والحمام مش هيجيله اي امراض. التمر رخيص جدا، هتقدر انك انت تقي حمامك فعلا بدون اي ادويه وتحصينات بتشتريها غاليه، اذا كانت بيطري او اذا كانت ادويه بشري. فالنهارده ان شاء الله هنتكلم على العشبه بتاعتنا اللي هي الكركديه. هنتكلم على طريقه تحضيرها ان شاء الله دلوقتي مع بعض، وقبل ما نتكلم على طريقه تحضيرها هنتكلم على الفوائد العظيمه بتاعتها ونقراها مع بعض ان شاء الله دلوقتي، ونشرحها نقطه نقطه عشان نعرف مدى اهميتها للحمام بتاعنا طول فتره الشتاء اللي احنا فيها دي. ومن اهم فوائد الكركديه يا جماعه ان هو مفيد جدا للجهاز التنفسي، ويساعد ايضا في علاج التهاب الجهاز التنفسي خاصه في الشتاء. احنا عارفين طبعا الامراض التنفسيه بتبقى منتشره في فصل الشتاء نظرا لانخفاض درجات الحراره اللي هي بتبقى موجوده وتغيرات الجو في فصل الشتاء. طبعا عارفين بروده الجو دي بيأثر على الحمام بتاعنا، هنلاقي طبعا الحشرجه العدس الكلام ده كله ان شاء الله هيختفي وهيدفي الحمام بتاعنا كمان خاصه في فصل الشتاء. يساعد ايضا في قتل كثير من الميكروبات والبكتيريا. احنا عارفين طبعا ان الامراض البكتيريه دايما بتتنطط حوالينا في المكان خاصه في فصل الشتاء، اذا كانت نتيجه المياه الملوثه او الكلفه اللي هي ملوثه، وبنشتكي دايما من السلمونيلا الاسهالات اللي هي دايما بتيجي نتيجه الميكروب اللي هو بينتشر في فصل الشتاء وبيصيب الحمام بتاعنا، لازم نقضي عليها تماما. فلازم ان احنا نستخدم عشبه الكركديه. يساعد ايضا في علاج روماتيزم الحمام. بنلاقي بعض الحمام عندنا في حالات كساح اللي هي بتيجي نتيجه السلمونيلا يا جماعه او نتيجه مكروبة نقل للحمام بتاعنا، فده طبعا بيحد منها وبيساعد فعلا في علاج حالات الروماتيزم، العرق اللي هو بيجي فجاه عند الحمام بتاعنا، الورم اللي هو بيبقى في الرجل بمعنى اصح. ومن اهم فوائد الكركديه ان هو بيقوي القلب ويزيد من قوه ضربات القلب، يعني دي برضه بتبقى حاجه كويسه بالنسبه للحمام بتاعنا. طول ما القلب بتاعه كويس بنلاقي فيه طبعا حركه نشاط وحيويه بالنسبه للحمام. يعتبر مطهر معوي وقوي جدا للحمام بتاعنا، ويستطيع القضاء على الكثير من البكتيريا الضاره والسلمونيلا اللي احنا لسه متكلمين عليها، يعني مش هحتاج اي مطهرات معوي اذا كانت طبعا بيطري او اذا كانت بشري. فالكركديه فعلا بيبقى من اقوى المطهرات المعويه، يعني مش هنلاقي برضه حالات الاسهالات ولا سلمونيلا هتيجي للحمام بتاعنا. الكركديه كمان بيحتوي على فيتامين سي بكميات كبيره، ودي طبعا مهمه جدا للجهاز التنفسي بالنسبه للحمام بتاعنا. وفيتامين سي طبعا ده بيساعد في علاج الجهاز التنفسي او في حالات التنفسي اللي هي بتيجي للحمام بتاعنا، البرد اللي هو بيبقى منتشر اثناء تغيير درجات الحراره اللي احنا اتكلمنا عليها في اول فيديو. يعتبر برضو الكركديه رافع مناعه قوي جدا وطبيعي، ودي طبعا حاجه مهمه جدا لو المناعه بتاعت فرد الحمام بتاعنا قويه زي ما انا اتكلمت قبل كده في فيديوهات كتيره جدا، هيعمل كحائط صد ضد الامراض اللي هي البكتيريه او الامراض الفيروسيه اللي هي بتبقى منتشره اذا كانت صيف او شتاء. طول ما مناعه فرد الحمام بتاعنا كويسه مش هيجيله اي امراض اذا كانت في الصيف او في الشتاء باذن الله. يمنع احساس الحمام بالعطش، ودي مهمه جدا وخاصه بالنسبه للحمام اللي هو الزاجل. يحتوي ايضا على مضاد للسموم اللي احنا برضو بندور عليها اذا كانت بيطري او اذا كانت بشري، ودي حاجه مهمه جدا بنحتاجها للحمام. دي كده يا جماعه كل فوائد الكركديه لو احنا فعلا قدمناها مره واحده بس في الاسبوع، صدقني هتقي الحمام بتاعنا من اي امراض بكتيريه او اي امراض فيروسيه والتنفسي البرد اللي هو منتشر في فصل الشتاء. وطريقه تحضيره سهله وبسيطه جدا، هو ان احنا بنجيب اي وعاء كده وبنغلي الكركديه بالطريقه اللي احنا شايفينها دي، بنسيبه طبعا لما يبرد. ما ننساش ان احنا نقدمها على عطش لا يقل عن 4 ساعات بالنسبه للحمام عشان يستفاد من اي عشبه بنقدمها للحمام بتاعنا او اذا كانت ادويه. بنسيب الحمام بقى يشرب، بيستفاد اكبر قدر كبير جدا من العشبه دي، بنقدمها ولو مره واحده بس في الاسبوع، صدقني هتقي حمامك من امراض كتيره جدا وهتحسن من عمليه الانتاج عندك، هتزيد من وزن الزغاليل وهتزيد من وزن الحمام بتاعنا. وبكده يا جماعه بكون نهيت حلقتي معاكم، يا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير واشتراك في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.